أفضل وأسهل برنامج للتعديل على الفيديو من وجهة نظري على الآيفون والآيباد هو برنامج آيموفي. البرنامج يأتي مجاني لو اشتريت جهاز آيفون أو آيباد أو آيبود بعد 2014، والبرنامج يدعم المزامنة مع برنامج الآيموفي على الماك، وأيضا يدعم تعديل الفيديو بجودة 4K وإضافة التأثيرات والنصوص للفيديو. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار عن البرنامج اكتبوه على هاشتاج آيموفي. بإمكانك إضافة فيديو للبرنامج بثلاث طرق. مجرد أنك تفتح البرنامج تختار فيديو من الأعلى، راح تظهر كل الفيديوهات اللي موجودة عندك في ألبوم الصور، أو أنك تضغط على بروجكت وتضغط على علامة الزائد، أو أنك تختار السهم اللي في الأسفل وراح يفتح لك الفيديوهات اللي موجودة في الآي كلاود درايف. وبإمكانك أيضا اختيار الفيديوهات اللي موجودة على مواقع التخزين السحابي اللي موجودة عندك على الجهاز، وأيضا بإمكانك اختيار ثياتر، وهذا فائدته أنه لو بدأت مشروع على جهاز ثاني بإمكانك تكملته من أي جهاز. لو كان عندك فيديو حبيت انك تاخذ جزء او مقطع صغير منه، مجرد انك تضغط على الفيديو بعدين تضغط على زر المشاركة اللي موجود في الاسفل، تختار كرييت موفي، فالان اضاف لك الفيديو وبامكانك الان التعديل عليه. فمجرد انك تحرك الفيديو على الخط العمودي الان راح تقدر تشوف الفيديو. ولو حبيت انك تقص جزء منه، مجرد انك تضغط على الفيديو ضغطة وتحرك الجزء الاصفر من البداية، وبعدين في النهاية تقدر انك برضو تحركه فتاخذ الجزء المرغوب من الفيديو بطريقة. كانك حذف المقاطع غير المرغوب فيها من الفيديو بسهولة بأنك تروح تحرك الفيديو إلى بداية المقطع أو الجزء اللي أنت حاب تحذفه، تضغط على الفيديو راح يظل البلون الأصفر وتضغط على سبليت، وبعدين تحركه إلى نهاية الجزء اللي أنت حاب تحذفه وتظل المقطع وتضغط على سبليت مرة ثانية. فلا بإمكانك تظل المقطع اللي أنت حاب تحذفه وتضغط على ديليت، أو بإمكانك أيضا إعادة ترتيبه إلى بداية أو نهاية المقطع. وبإمكانك إزالة الصوت من الفيديو بطريقة سهلة، مجرد أنك تضغط على الفيديو راح يظل البلون الأصفر تضغط على Detach، فالآن ظهر لك المقطع الصوتي كمقطع منفصل. الآن مجرد أنك تظل المقطع الصوتي مرة ثانية تضغط على Delete، فالآن راح ينحذف لك الصوت من الفيديو. ولإضافة فيديو آخر أو دمج مقطعين مع بعض، نضغط على الأيقونة اللي في الزاوية، فالآن نضغط على All، راح تظهرنا كل الفيديوهات اللي موجودة عندنا. نضغط على الفيديو اللي حابين نضيفه ونضغط على السهم اللي تحت، فالآن انضاف فيديو البنت الأمورة هذه، وبإمكانك الاستمرار بالضغط على الفيديو وإعادة ترتيبه في البداية أو في النهاية بحسب رغبتك. وبإمكانك إضافة صورة للفيديو بأنك تضغط على الأيقونة هذه وتختار فوتوز من تحت، فالآن بإمكانك اختيار أي صورة وإضافتها. فالآن مجرد أنك أضفتها، فلو حركت الفيديو الآن راح الصورة تتحرك معك. ولو حبيت أن تكون الصورة ثابتة، مجرد أنك تضغط على الصورة وتضغط على Kin Bearings Enabled، فالآن راح تتعطل تحريك الصورة، وبإمكانك اختيار الجزء اللي أنت حاب يظهر معك في الفيديو وراح تظهر معك الصورة ثابتة مثل ما احنا شايفين الآن. وبإمكانك إضافة مقاطع صوتية للفيديو بأنك تضغط على الأيقونة هذه، تختار أوديو من تحت، فالآن بإمكانك إضافة مقاطع موسيقية موجودة في البرنامج أو تأثيرات صوتية أيضا موجودة في البرنامج أو بعض الأغاني اللي موجودة في الآي تيونز أو اللي موجود عندك في الآي كلاود درايف. فعلى سبيل المثال بإمكانك اختيار أي مقطع صوتي والضغط على السهم اللي تحت وراح ينضاف الصوت إلى الفيديو. وعن طريق الآي موفي بإمكانك إضافة فيديو عن طريق كاميرا الجوال بأنك تضغط على الأيقونة هذه وبعدها تضغط على أيقونة التسجيل الأحمر وراح يبدأ التسجيل، أو إضافة مقطع صوتي بأنك تضغط على زر الميكروفون وبعدين تضغط على ريكورد، فالآن راح يعطيك 3 ثواني، بعدها راح تقدر تسجل الصوت عن طريق ميكروفون الجوال، وبعدها تضغط على ستوب وراح ينضاف المقطع الصوتي إلى مقطع الفيديو. وبإمكانك عن طريق الآي موفي إضافة فلاتر للفيديو مثل ما هو موجود في الإنستغرام. كل اللي عليك أنك تضغط على الفيديو راح يظل باللون الأصفر، تضغط على الأيقونة هذه فراح تقدر تختار من ضمن الفلاتر الكثيرة اللي موجودة أمامك. وبإمكانك الكتابة على الفيديو أو إضافة الحقوق بأنك تضغط على الفيديو وراح يظل باللون الأصفر، تضغط على حرف التي في الأسفل، فالآن بإمكانك اختيار من ضمن الأشكال اللي موجودة أمامك، وبعدها تضغط على الشكل اللي انت اخترته وتكتب الكتابة اللي انت تحبها وراح تظهر في الفيديو مثل ما احنا شايفين الآن. وعن طريق الآي موفي تقدر تتحكم بمستوى الصوت في الفيديو. كل اللي عليك انك تضغط على الفيديو ضغطه راح يظل باللون الاصفر، تضغط على ايقونه السماعه، فالان بامكانك زياده مستوى الصوت اذا حركت المؤشر الى اليمين او خفضه اذا حركته الى اليسار. ولو حبيت انك تكرر مقطع الفيديو، كل اللي عليك انك تضغط على الفيديو راح يظل معك باللون الاصفر وتضغط على دوبليكيت وراح يكرر لك مقطع الفيديو مثل ما احنا شايفين الان. ولو حبيت انك تحذفه تضغط على زر ديليت في الاسفل. واللي سالني عن زر التراجع في الاي موفي
هو الزر اللي موجود في الزاوية اليمنى. وبعد ما تخلص من كل التعديلات، كل اللي عليك انك تضغط على دن. فالآن بإمكانك مشاهدة الفيديو بالضغط على الزر هذا أو اختيار المشاركة، وراح تقدر تحفظ الفيديو على ألبوم الصور أو الآي تيونز أو الآي كلاود درايف، أو تضغط على آي موفي ثياتر لحفظ المشروع على الآي كلاود لتكملته من جهاز ماك أو جهاز آيباد. وبإمكانك حذف المشروع بالضغط على الزر هذا. إن شاء الله يكون الشرح واضح وأعجبكم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار، يلا تسألوني على حسابي في تويتر اللي ظاهر معكم على الشاشة الآن، واللي موجود عندكم في وصف الفيديو تحت. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم مع فيديو قادم.